السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي يستمتعان بأجازتهم الصيفية على البحر في الساحل الشمالي بالمايوه. الفنانة ياسمين عبد العزيز وقفت الساحل على رجل، هنشوف الفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا. شاركت النجمة والفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز متابعيها صورة جديدة لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت ياسمين عبد العزيز مع زوجها على البحر خلال قضاء أجازتهم الصيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجمهورها. والتقت الفنانة ياسمين عبد العزيز بنجمة الجماهير نادية الجندي، ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها برفقة النجمة الكبيرة نادية الجندي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلة: نجمة الجماهير نادية الجندي بحبك. وردت الفنانة الكبيرة نادية الجندي قائلة: يا حبيبة قلبي أنا بحبك كمان أوي أوي أوي، بتمنى لك النجاح والصحة والسعادة من كل قلبي. يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي سيجتمعان مرة أخرى في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل، ولم يستقر صناع المسلسل على اسمه حتى الآن، وتأتي مشاركة النجمين في عمل جديد يجمعهم مجددا عقب نجاحهم في مسلسل اللي ملوش كبير في رمضان 2021. وكشف المؤلف عمرو محمود ياسين حقيقة تعاونه مع النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد في رمضان المقبل، ونفى الفنان عمرو محمود ياسين ذلك بسبب الخلاف اللي نشأ بينهم في مسلسل ونحب تاني ليه. وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي قد حضروا حفل الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي. نتمنى من كل قلبنا مزيد من التألق والنجاح والسعادة للنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي. بكده يكون فيديو النهاردة خلص، انتظرونا في فيديو جديد.